السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جاكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى، الله يرحم الجميع. قبل ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. بناء على احد طلب متابعيني عايزين يعرفوا، حد متابعيني ما اعرفش ان كان ست او راجل، ما خدتش بالي بالظبط، ان هم عايزين يعرفوا زراعه النعناع. فانا ما بحبش ازعل اي حد، يا ريت الفيديوهات بتاعتنا كلها تبقى عباره عن اسئله ليكم وانا برد عليها بفيديو تكونوا انتوا حابين ان انتوا تعرفوه. فانا حبيت النهارده، انا عامه يعني قناه ام ليلى وغيرها ما بنزلش عليها زرع خالص، بس عشان انطلب مني السؤال على القناه دي فلازم البي طلب متابعيني عشان هم على راسي وطلباتهم غاليه عليا، فلازم البي لهم طلبهم. فاحنا الاول جبنا صندوق بلاستيك عادي اهو، هنفرش فيه مشمع او كرتونه او شكاره عاديه ونحطها في قلب الايه الصندوق بتاعنا. فهنبدا الاول ان احنا نجهز الصندوق اللي هنحط فيه الزرع، وهوريكم هنزرع النعناع ازاي من اللي موجود عندنا. نيجي بقى على الصندوق من تحت كده، هنخرم المشمع بتاعنا على قد ما نقدر عشان الميه الزياده تطلع منه وما تبوظش الزرع بتاعنا ولا البذور بتاعته تعب. يعني ايه خرام بسيطه كده في الارضيه انها تنزل الميه الزياده زي ما عملت في المانجا على قناه منوعات ام ليلى. حاجات بسيطه بس كده، هجيب بس الشرب وهاجي لكم اوريكم الزراعه ازاي. خلاص يا حبايب قلبي، جبنا التربه الطينيه بتاعتنا او الشرب بتاعنا، هو الشرب بقى يعني فيه قلائل وكده، فكل ده بيبوش مع الميه اصلا، يعني الميه بتبوشه ما بتسيبش فيه اي حاجه. انا ما رضيتش اعمل الصندوق قوي عشان النعناع بيمد وبيطلع لفوق، فيبقى ايه المساحه اللي عاليه يعرف ان هو يطلع عليها وكده. كده خلاص اهوت، نبدا بقى نروي التربه بتاعتنا الاول عشان تبوش، نغمرها بالميه كويس. هي الزياده بتنزل على طول اهي، بس انا هفضل وراها لحد ما اغمرها بالميه. المشمع بتاعي اصلا دايب وعشان كده مجرد ما الشرب نزل فيه بوظه بزياده، فما فيش مشكله خالص، مجرد ما الطينه تشرب الميه هتثبت اصلا والميه دي كلها مش هتنزل منها. هنيجي بقى نزرع ازاي، او هنجيب اي نوع من النعناع ان احنا نزرعه. شايفين العنق اللي هو الخالي ده، هنيجي كده نقطعه العنق اللي زي دي كده، وهنيجي عليها في قلب الايه الشرب بتاعنا ونزرعها ونثبته كويس زي ما انتم شايفين حضراتكم كده بنفس النظام. اهو يا حبايبي اللي هو هيبدا يطلع ايه افره تانيه جديده. نحاول ندور برضو على غيره. شايفين انا بنقي حاجه معينه، يعني اللي زي ده ما اجيبوش، انا بدور على حاجه اللي ايه اللي هي عامله زي الجذور كده واحاول اثبتها كويس. زراعه النعناع بسيطه جدا جدا، ويعني مش عايزه خبره ولا عايزه اي حاجه. انا والله العظيم جبت برده وزرعته إيه؟ كان عنق واحد اللي زرعته، جدر واحد، وعمل معايا المساحه دي كلها زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، يعني عمل معايا المساحه دي كلها ما عدتش لاقيه بدور. مش عايزه اقطع حاجه ان هي جايبه معايا خلفه جديده ابوظها خساره، هي تخضر هنا وكل حاجه، بس انا هسيبها هنا هستنفع منها اكتر واسرع. احاول بقى اجيب اي حاجه ازرعها اكمل الحوض بتاعي. اهوت واحد اهوت كبير، ده قفاه ولا راس ولا ايه دي؟ يتزرع من اي اتجاه، يعني عنق زي دي كده مثلا عايز تزرعيه من اي اتجاه عادي هيطلع معاكي، هنا او هنا هيطلع معاكي، بس انا هزرعه من المكان اللي انا قطعته منه عشان يكون معايا سريع النمو، ومن اي اتجاه هيطلع معاكي وهيجيب ايه خضر بسرعه، يعني هيضر بسرعه مفيش اي مشكله بالنسبه لنا خالص. زي ما انتم شايفين دي طريقه زراعه النعناع، بس انا هحاول اشوف كرتونه
احطها في تحت القفص ده، لان المشمع زي ما قلت لكم ان هو بايظ من الحر، شايفين بايظ من الحر. مجرد ما حطيت عليه الشرب ايه زود الاخرام بتاعته، فعشان كده الميه نزلت بكل سهوله. فنحاول نشوف اي حاجه نثبتها تحت القفص بتاعنا عشان النعناع يشبع بالميه بتاعتنا، وما ايه ما يصفيش ميته بسرعه، عشان ما ينفعش نرجع اقلب الصندوق وازرعه من اول وجديد. ممكن عاد اقلبه وازرعه من اول وجديد بس من ناحيه في الفاضي، بس انا حبيت بس اوريكم زراعه النعناع ازاي، عشان الناس اللي طلبت مني ازاي بنزرع النعناع. جبت الجذور اللي هي ما فيش فيها اوراق كتير، او اللي هي بدأت تعمل خلفه جديده او زرع جديد، وجبتها زرعتها. دي بتجيب معاكي نتيجه بسرعه، بتخضر معاكي بسرعه، وتبدا انها تطلع من تحت الاوراق دي، تطلع عنق زي ما انتم شايفينها كده، افرع جديده، عنق يعني افرع جديده زي دي مثلا، بدا يطلع اهوت. دي مش هينشف، اللي انا عملته ده مش هينشف، هيخضر يوم واتنين هتلاقيه بدا يطلع معاكي نبات جديد. يعني هو سريع النمو على طول، النعناع يعني بيقولوا زي الشو بيخضر بسرعه، فما فيش اي مشكله بالنسبه لنا خالص. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويحسن ما بين ايدينا يا جماعه. كلكم شايفين الزرع بتاعي قدام منكم، اللهم صل على محمد. دي الجرجير بدات اخد منه الشجره الكبيره، عشان هبدا ان انا اجيب خس وازرع خس. والنعناع زي ما انتم شايفين، والصندوق ده كان فيه فجل خلص الحمد لله، وهنا كزبره، وفيه هنا شبت، ودي برده فجل وجرجير برده بنقي منه الشجره الكبيره، ومعانا كراب. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويحسن ما بين ايدينا جميعا، اللهم امين يا رب، اللهم امين. خلاص يا حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين انا جبت كرتونه من بتاعه المانجا اهيت، كرتونه من بتاعه المانجا اهي يا حبايبي، وجبت حطيت فيها شكاره كبيره لفتها حوالين القفص بتاعنا، عشان تحتفظ بكميه الميه اللي احنا محتاجينها، عشان الميه ما تروحش، عشان النعناع بتاعنا يخضر وياخد كفايته من الميه. رجعت جبت ميه تاني عشان اسقي النعناع بتاعنا، خد النعناع اسقيه ونشوف الفكره ديت جت كويسه ولا لا. هو الموضوع من الاول كان كويس، بس لو ما كانش المشمع دايب ما كانش الميه هتروح من ايه من الصندوق بتاعنا، بس المشمع دايب من الحر. احنا هنحط لحد ما الميه تبقى في القفص من تحت، يعني تبقى في الكرتونه وفي الشكاره، يبقى احنا كده مش قلقانين. شايفين الميه بقت فين؟ لو اخدين بالكم دي بقى الجذور هتسحب منها، يعني يمكن كده احسن من الاول كمان، يمكن الموضوع ده كده احسن من الاول بكتير. حاول بس نسند الايه الجدر بتاعنا ده، الموضوع كده بقى احسن من الاول بكتير. فربنا ييسر يا رب ان شاء الله ويرزقني ويرزقكم جميعا، اللهم امين. انا حبيت ان انا البي طلبكم، عشان بس انا ما بحبش ازعل اي حد من متابعيني. دي زراعه النعناع السليمه، ان انت تزرعي عنق النعناع او جذور النعناع من قلب اي حوض موجود عندك زي ده، هتاخدي منه جذور النعناع وتزرعيها تماما، مفيش اي مشكله خالص. مهما الحوض يسرب ميه، بس هو برضو واخد كفايته من الميه، ومجرد ما الشرب ده اصلا بتثبت في الصندوق بتاعنا، اي ميه بتحطها بعد كده مفيش اي مشكله بالنسبه لنا خالص، بيحتفظ بيها. انا حطيت الشكاره عشان يحتفظ ببعض الميه، للجذور تسحب منها وتشرب. فالتربه بتاعتنا بقت طريه جدا، التربه بقت طريه تماما اهي، فكده خلاص احنا مش قلقانين على الزرع بتاعنا من اي حاجه. فالجذور هتسحب، مجرد ما تعمل جذور هتسحب من الميه اللي هتنزل في قلب الايه الصندوق بتاعنا من تحت. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. اي سؤال او اي استفسار او اي طلب عن اي زراعه او عن الطيور خاصه، انا تحت امر حضراتكم. بصوا مش هبخل عليكم باي حاجه، والله العظيم معاكم على طول في اي حاجه محتاجينها او اي حاجه عايزينها، انا تحت امركم. الميه بتصفى وبتنزل تحت في الكرتونه وفي الشكاره، واللي هيزيد عليها هينزل على الارض. وبس بعد كده الجذور زي ما قلت لكم لما تبقى لها جذور هتسحب من ايه من الشكاره من تحت، الميه اللي زايده فيها الجذور هتتغذى عليها. فربنا يبارك يا رب للجميع. الميه ثبتت معانا زي ما انتم شايفين حضراتكم، يعني كده احنا عملنا صح ان احنا عملنا الكرتونه والشكاره دول، بحيث ان هم يوفروا كميه ميه للزرع بتاعنا او للنعناع بتاعنا. انا تحت امر حضراتكم كلكم اخواتي، وعلى راسي من فوق وتحت امركم في اي حاجه انتم محتاجينها، او اي استفسار عن اي حاجه اكتبوا لي بس في الكومنتات، وانا اعمل لكم فيديو باللي انتم محتاجينه، مفيش مشكله بالنسبه ليا خالص. الدنيا اقترحوا عليا اسئله واطلبوها مني، وانا هنزل لكم بقى فيديوهات احب ما على قلبي، وابقى مبسوطه جدا جدا ان انتم تطلبوا مني حاجه وانا البي لكم طلبكم. فربنا يعيننا ويقوينا يا رب ان شاء الله، ونكون عند حسن ظنكم في اي حاجه انتم محتاجينها. ربنا يبارك للجميع يا رب. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده بناء على طلب احد متابعين ليا، وكلكم غاليين عليا وعلى راسي من فوق، وانا تحت امركم في اي وقت. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.